لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاه واتم التسليم. على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الخاصه في هذا اليوم المبارك يوم عرفه يوم الدعاء يوم الاجابه يوم عرض الحوائج على الله يوم التوجه الى الله في هذا اليوم هنالك من اكرم بالوقوف على صعيد عرفات اللهم تقبل منهم يا رب العالمين هؤلاء المبشرون بالبشاره من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشرون بالاكرام ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفه ونسأل الله أن تشملنا هذه البشارة ويبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحال وذلك العطاء وتلك المباهاة لأهل ذلك الموقف وإن الله لا يدنو ثم يباهي الملائكة بعباده يباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج بالواقفين الملبين بالذاكرين بالمتوجهين الى الله بحجاج بيت الله بالواقفين على صعيد عرفات دعاء ونداء وتلبيه وذكرى يباهي بهم الملائكه فيقول ماذا اراد هؤلاء يا ملائكتي اشهدوا ملائكتي أني غفرت لهم. نسأل الله أن يتقبل من هؤلاء الذين أكرموا، نسأل الله أن يتقبل من الحجيج، نسأل الله أن يقر أعينهم بخير الدنيا وخير الآخرة، وهذا العطاء هذا الإكرام هذا إكرام عام وعطاء عظيم يشمل كل من توجه الى الله في هذا اليوم اهل عرفات اهل المكان مكرمون بتلك البشائر مكرمون بذلك العطاء يخرجون من عرفات وقد غفرت ذنوبهم يخرجون من عرفات باذن الله وقد من الله عليهم بالعطايا والاكرام والعتق من النيران ولكن من لم يكرم بالوقوف على صعيد عرفه من لم يكرم ان يكون في ذلك المكان المبارك هل له اليوم من عباده؟ هل له اليوم من بشاره؟ هل له اليوم من عمل؟ كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفه الدعاء عام الدعاء يشمل الذين اكرموا بالوقوف على صعيد عرفات ويشمل كل متوجه الى الله افضل الدعاء دعاء يوم عرفه افضل الدعاء في يوم عرفه ان نتوجه الى الله بالدعاء هذا يعني ان نكون اليوم مع الواقفين على صعيد عرفات توجها لله، طلبا لاكرامه، فعندما نقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افضل الدعاء في يوم عرفه، يوم عرفه اي كل من توجه الى الله في هذا اليوم مشمول بهذه الافضليه. اذا هذا يوم الدعاء، يوم التوجه الى الله، الحجاج وقفوا على صعيد عرفات لبسوا ملابس الاحرام اظهروا افتقارهم وانكسارهم تنظر اليهم في ذلك المشهد مشهد افتقار وانكسار ولجوء واضطرار وكذلك يكون حال من لم يقف على صعيد عرفات متوجها الى الله متذللا منكسرا متبتلا خاضعا، واقفا، راجيا، طالبا، مظهرا حاجته، عارضا اضطراره على باب قاضي الحوائج سبحانه وتعالى، خير الدعاء في هذا اليوم المبارك ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لهذا اليوم. ذكر نتوجه به الى الله وخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له وجاء في روايه عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يحافظ المؤمن يحافظ الذاكر يحافظ الواقف على باب الله على هذا الذكر اليوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير طيب هذا ذكر هل هو دعاء نعم هذا توجه الى الله بالثناء توجه الى الله بالذكر توجه الى الله بهذه المعاني التي نجدها في لا اله الا الله، فأنا أعرض حاجتي على ملك الملوك وأنا أشهد بين يديه ألا معبود بحق إلا الله، ألا متصرف التصرف المطلق إلا الله، ألا غني الغنى المطلق إلا الله، أن لا قوي القوة المطلقة إلا الله، لا متصرف في الوجود على الحقيقة إلا الله، كل من في هذا الوجود عبد لله، مفتقر، مضطر لله، فأعرض حاجتي وأنا أعيش مع هذه المعاني، اليوم هو يوم الدعاء، اليوم هو يوم الرجاء، كما بدأنا المكرمون اليوم بالوقوف على صعيد عرفات هؤلاء مبشرون باذن الله تعالى بالمغفره لكن لا تنحصر الرحمات لا تمنع الرحمات للواقفين عن الواقفين على باب الله في كل مكان هذا ما ذكره علماؤنا قالوا كم من رجل كم من امراه في مشارق الارض ومغاربها هم من ال... هم من نفس درجه القرب من البيت ممن يطوف حوله في نفس درجه القرب من البيت ممن يطوف حوله اي قرب قرب التوجه قرب المعيه هذا معنى ان الله لا يدنو من اهل عرفات الله متنزه عن الزمان وعن المكان ليس كمثله شيء هذه معيه الاكرام معيه الاحسان معيه الرحمات معيه العطاء وهذه تشمل كل الواقفين على باب الله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحجيج صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده طيب هذا الصيام لغير الحجيج اذن هو موسم لكل العباد لكل الراجين لكل الطالبين ان يقفوا على باب الله في هذا اليوم المبارك فنحن نرى الحجيج وهم يلبون وهم على صعيد عرفات واقفون وهم لايديهم رافعون يقولون لبيك اللهم لبيك ونحن بدعائنا برجائنا بتوجهنا بعبادتنا قلوبنا تقول والسنتنا وجوارحنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعود إلى معاني ورسائل هذا اليوم العظيم، هذا المشهد، مشهد الحجيج له رسالة، له روح، له معنى، له فكرة يجب أن يعيشها المؤمن في حياته اليومية. عندما تنظر إلى الحجيج وقد جاءوا طلبا لمرضاة الله فكان هذا المشهد بلباس واحد نداء واحد مكان واحد يتوجهون إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد هذا المشهد له رسالة له رسالة أن نكون أمة واحدة له رساله ان نكون صفا واحدا له رساله ان هذه الصوره التي نراها في الحجيج والتي كانت من احكام الحج بملابس الاحرام على صعيد عرفات بنداء لبيك اللهم لبيك متوجهين الى الله الواحد الاحد الفرد الصمد لا تفرق بين غني وفقير ولا عربي ولا اعجمي كلهم على نفس الحال في نفس المكان بنفس الاحكام هذا له معنى ان هؤلاء بهذا الحال جاءوا طلبا لرضوان الله بهذا المشهد هذا المشهد يجب ان ينعكس على الامه كلها يجب ان تنهض في الامه معنى معاني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يجب ان تنهض بالامه معاني الصف الواحد والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا العبادات في الاسلام لها رسائل العبادات لها جوهر لها روح هذا الحجيج عندما نرى هذا المشهد منه وهذه الصوره وهم يتوجهون الى الله لمغفره ذنوبهم لعتقهم من النيران لقضاء حوائجهم لابد ان تنعكس تلك الصوره على حياه الامه لا يقبل ابدا ان نطلب رضوان الله بهذا المشهد المبارك ثم بعد ذلك نكون في حاله فرقه وقطيعه وجفوه لا والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذه ولايه المؤمن للمؤمن هذا معنى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ونحن عندما نرى هذا المشهد من الحجيج نعلم سر من اسرار قوه هذه الامه اذا فهمت هذه الرساله ونعلم سبب من اسباب ضعفها اذا ضيعت هذه الرساله تفرقا وتشرذما واختلافا وسيرا خلف مخططات اعدائها من الفرقه والعداء والبغضاء هذا المعنى الذي نتعلمه من الحجيج ونحن ننظر الى الحجيج وقلوبنا تسال الله ان يكرمهم ويتقبل منهم وقلوبنا تتوجه الى الله ان يكرم اهلنا في غزه بنصر قريب يعز به اولياءه ويذل به اعداءه هذا معنى التداعي عند الامه لما نجد هذا المشهد من الحج لما نرى هذا المشهد من الحجيج هذا مشهد ليس خاويا عن الرساله حاشا بل كله معان ان الامه عندما تكون على هذه الحاله من حيث التعاون والتعاضد لن يصل اليها عدوها والعكس صحيح عدوها لا يريد هذا المشهد ان ينعكس على حقيقه حياه الامه وعلا يريد لهذا المشهد ان يكون مؤثرا على سير هذه الامه ان يكون هذا المشهد روحا ساريه في جسد هذه الامه هذا ما يعلمه اعداؤنا وهذا ما نتلوه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عندما نرى هذه الصوره لا يوجد ما يفرق كل معاني الامه حاضره كل معاني الاخوه حاضره كل معاني التعاضد حاضره هذه امه واحده نقرا مع هذا المعنى قول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا هذه رساله يجب ان تكون حاضره ونحن نرى هذا المشهد للحجيج واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام بالاوامر الالهيه معناه الالتزام بالاخوه الايمانيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم كان هنالك حال من الفرقه من العداء والبغضاء والضعف وتسلط الاعداء نتيجه هذه الفرقه، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اذا الحجيج يدلنا على ان وحده صفنا وتعابدنا وأخوتنا وترابطنا والحذر من تربص أعدائنا كل ذلك عبادات نتوجه إلى الله بها أن يتقبل منا وأن ينصرنا هذا يوم الدعاء ومن أهم ما نتوجه به اليوم إلى الله أن ينصر أهلنا في غزة على عدوه وعدوهم وان يشفي صدورنا بنصر قريب يعز به اولياءه ويذل به اعداءه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الله اكبر الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ونحن نرى ضيوف الرحمن ونحن نرى وفود الاكرام ونحن نرى هذا المشهد المنور نذكر تلك القصة بما فيها من رسائل وهدايا وهبات نسأل الله ان يكرمنا بها. القصة تقول ان رجلا من اليهود سأل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عندكم آية في كتاب الله لو انزلت علينا معاشر اليهود هذه الايه تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يعني هذه الايه بما فيها من احكام بما فيها من حكم بما فيها من اثار لو كانت هذه الايه عندهم معشر اليهود اللهم انصرنا على الصهاينه المعتدين لو كانت هذه الايه عندهم لجعلوا ذلك اليوم عيدا لما يترتب على هذه الايه من اثار من اسرار من انوار من نتائج من نجاح من سير من حفظ لمن نزلت عليه هذه الايه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال له عن اي ايه تتكلم اي ايه تقصد قال اقصد هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذه بدها وقفه هذه بدها تفكر ما الذي تشمله هذه الايه من معان جعلت ذلك اليهودي يقول لو نزلت عليهم معشر يهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اي ان هذا الدين باحكامه بحكمه بمقاصده بالشريعه التي نجدها في احكام هذا الدين تحقق لنا تمام النعم وتحقق لنا طيب الحياه والفوز في الدنيا والفوز بالاخره وهذا ما يعلمه اعداؤنا اعداؤنا الذين يحتلون مقدساتنا ويتربصون بنا ويريدون احتلال عقولنا، يعلمون ان تمام المنه وكمال النعمه باحكام هذا الدين. لذا يحاولون دائما صناعه فجوه بين الامه وبين دينها. بين الامه وبين هذه الاحكام بين الامه والقران بين الامه والسنه بين الامه والصحابه بين الامه والعلماء لما لتكون احكام هذا الدين مهدوره غير متحققه غير معروفه غير مقنعه ليكون هنالك حاله من الجفوه بين الامه وبين احكام هذا الدين هذا اليهودي يقول لسيدنا عمر هذه الايه لو علينا نزلت لو عليهم نزلت معشر يهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا، اليوم اكملت لكم دينكم. دين يعالج جميع شؤون الحياه. دين عنده من الخصائص من حيث احكامه على معالجه جميع المستجدات بما يحقق السعاده. بما يحقق المقاصد بما يضمن لك الحياه الطيبه والفوز في الاخره اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال له سيدنا عمر اني لاعلم اين نزلت ومتى نزلت وقد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت به والمكان الذي نزلت فيه هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعه وهو قائم بعرفه. في مثل هذا اليوم. نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه في يوم جمعه. اذن كل البركات وكل المعاني المنوره المزهره نجدها في احكام هذا الدين وهو يوم عيد وهو يوم اكرام وهو يوم عطاء فقط لنعلم معنى تمام النعمه باحكام هذا الدين وان هذا الدين ياخذ بايدينا الى فلاح الدارين وهذا ما أثبتته التجربة مع هذه الأمة كلما كانت أقرب إلى أحكام هذا الدين كانت أقوى وكانت مصونة وكلما ابتعدت كان العكس هو الصحيح وبإذن الله يحفظنا الله بأحكام هذا الدين ونكون من صالح أهله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك من الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات من بعد موعظه الامام صلاتنا جمعا لنفرغ فيه للدعوات بالذكر والتهليل نشغل يومنا وكذا الدعاء باشرف الاوقات سبحان من وسع العباد بفضله وبسمعه مع كثره اللهجات يا رب اعتقنا وفك رقابنا وارحم عبيدا عظم الرغبات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اليوم عندما نقف على باب الله سبحانه وتعالى بالدعاء يجب أن نكون عند تمام حسن الظن بالله، ندعوه ونحن موقنون بالاجابه، ندعوه ونحن نعلم علم اليقين اننا نتعامل مع الرحمن الرحيم الجواد الكريم لا يكتب على المؤمنين ذلا، لن يجعل لاعدائنا علينا سبيلا، في مداوله بين الحق والباطل. الايام دول لكن لن تعلو للباطل علينا رايه، ويجب ان نعيش معنى مهم، ينبغي ان نعيش معنى مهم. عندما ننظر الى الحجيج نرى ان من احكام الحج من حيث ملابس الحجيج ومن حيث الإحرام وأحكام الإحرام أننا إذا نظرنا إليهم ما ميزنا بينهم ولا نعلم والله هذا غني وهذا فقير وهذا وظيفته كذا وهذا رتبته كذا وهذا راتبه كذا ما بيظهر عندنا لأنهم على صعيد واحد وبملابس واحدة وبنداء واحد كما بدأنا حلقتنا طيب في رسالة أن الافتقار الانكسار الخضوع التواضع تشعر بعبوديتك تعيش عبوديتك هذا الاستشعار من اهم ما يدخل بك الى ابواب العطاء والرحمات والمغفره واجابه الدعاء ان تعيش مع قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد انتم الفقراء الى الله عندما تقف على الباب وتطرق الباب نقف على باب الله بدنا نعيش بمعنى كامل كل ما في العبوديه ما في الافتقار ما في الانكسار ما في الخضوع من معانٍ. عندما نقف على باب الله لا لا ينبغي ابدا اقول يا رزاق وانا مركن على مالي، يا قوي وانا مركن على جاهي، لا انا على بابك انا الفقير على بابك يا غني، ومن للفقير الا الغني. انا الضعيف على بابك يا قوي. ومن للضعيف الا القوي، انا الذليل على بابك يا عزيز ومن للذليل الا العزيز، انا العبد على بابك يا رب العالمين، ومن للعبيد الا ان يكونوا على باب ربهم طالبين اكرامه ورحمته وعطاءه وتوفيقه. هذا الانكسار نستلهمه ونحن ننظر إلى الحجيج وندعو الله أيها الكرام وأيتها الكريمات ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة ما مندعي وإحنا منقول يجيب لا يجيب لا أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي هذا معنى يجب ان يكون حاضر في قلب المؤمن وهو على باب الله في هذه الايام المباركه وفي هذه الساعات الطيبه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. هذا المعنى نحققه بقلوبنا، انا عندما اقف على باب الله اذكر أعيش تكون هذه الآية محركة لي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الوساوس والشيطان وكل الملهيات تحاول صرفي عن هذا الباب لأن الداعي على باب الله واقف على باب الله راج منكسر خاضع ستكون هذه الوقفة وهذا الدعاء لها امتداد في حياته طاعه، ذكرا، التزاما، محبه لله، خضوعا، انقيادا لامره، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، قرب العطاء، قرب المعيه، قرب الرحمه، قرب الاكرام، فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان هذه دعوه ان تقف على باب الله عارضا طلبك رافعا حاجتك مبينا مسالتك بكل الخضوع والانكسار على باب الملك الكريم الغفار القهار الجبار ولا يغيب عنا ابدا ان نتوجه الى الله ان يكرم أهلنا في غزة بنصره القريب إنه سميع مجيب سبحانه وتعالى، إذا ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، علمنا مشايخنا وعلماؤنا قال ادخروا حوائجكم ليوم عرفة، اليوم قف على الباب، اظهر عبوديتك، اظهر انكسارك، يا رب عندي هذه الحاجة ابدأ من الصباح إلى أذان المغرب وأنت تتوسل وأنت تتوجه إلى الله بين الذكر وبين الدعاء وبين الرجاء أن تقضى هذه الحاجة وستجد بركة الدعاء وستجد بركة الإجابة ستجد العطاء ستجد الأثر الملموس في إجابة دعائك في طيب حياتك في اطمئنان قلبك لأن إجابة الدعاء لها صور حاجتك مقضية، مشان ما تقول اه قصدك الحاجة مش مقضية، لا حاجتك مقضية، ستقضى بإذن الله وفق وكما أراد الله سبحانه وتعالى بما يحقق لك الحياة الطيبة، وبما يحقق لك الفوز في الدنيا والآخرة. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذا اليوم أن نكون ممن استجاب دعاءهم وغفر ذنوبهم وستر عيوبهم وقضى حوائجهم اللهم انصر أهلنا في غزة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وازواجنا وذرياتنا واصحاب الحقوق علينا والحمد لله رب العالمين لبيك <applause> الله